هنعمل اول وصفه طاجن شعريه بالخضار، وصفه سريعه خفيفه جدا، ما نحسش ان احنا كلنا اكل كبت على نفسنا في الحر ده. مش هنقف كتير في المطبخ، وصفه حلوه قوي قوي، ولا فيها لحمه ولا فيها فراخ، ظريفه جدا. بصوا انا معايا شعريه، تقريبا نص كيس من الشعريه بنحمره في معلقه زيت وحته سمنه صغيره او مكعب زبده صغير، عشان بس كده يعمل لنا طعم ظريف للشعريه. تمام، اهو انا محمراها واخدت لون ذهبي وكلهم نفس اللون، ظريفه جدا. تفضلي تقلبي فيها وهي بتتحمر، هتاخد معاكي نفس اللون كلها مع بعض. محضرين بصلايه متقطعه حتت صغيره، معانا فلفل رومي اخضر متقطع حتت صغيره، شويه كده من البسله والجزر اللي هو المجمد، حطيناهم في ميه سخنه بتغلي، يا دوب يعني سقطناهم في ميه سخنه بتغلي دقيقه وشلناهم تاني على طول عشان يفكوا من التجميد ونعمل بيهم الوصفه على طول. معانا كمان ملح، فلفل، بابريكا، وميه سخنه علشان الشعريه تستوي بالخضار الحلو ده، وبس خلاص، ولا اي حاجه تانية. وصفه ظريفه وسريعه زي ما قلت لكم، ان شاء الله تجربوها وبالهنا والشفا. انا معايا ووك غويطه، او اللي هي الطاسه الغويطه يعني. من المفترض ان احنا هنبقى بنحمر الشعريه عادي خالص اهو، انا بس ايه حمرتها قبل ما نطلع مع بعض علشان ما تاخدش وقت معانا. تمام، لما بتتحمر كده زي ما انتم شايفين وبتاخد لون حلو مع التقليب المستمر، حاجه سهله جدا مفيهاش حاجه، بس كده ايه اعلي النار، ببتدي احط لها البصل. البصل بينزل يعمل ريحه كده ويبتدي يدوب بقى مع الشعريه، بيعمل طعم تحفه. انا في الوصفه دي مش حاطه توم، بس تقدروا تحطوا فص واحد كده من الثوم المفروم، هيبقى برضو ظريف وهيعمل طعم حلو لو حابين، بس انا مش هحط ثوم. بصوا عايزه البصلايه كده ايه تبتدي تشكشك مع الشعريه، الريحه ابتدت تظهر، ريحه البصل، ومعانا الفلفل، ومعانا البسله والجزر، وشويه بابريكا، وطبعا ملح وفلفل. احط شويه ملح وفلفل، ملح وفلفل، نكمل تقليب. تقدروا تستبدلوا الشعرية على فكرة بلسان العصفور برضو، هتبقى حلوة قوي، هيبقى ساعتها طاجن لسان عصفور بالخضار. يعني انتوا عارفين الشعرية دي مكرونة، يعني نفس عجينة المكرونة، لسان العصفور نفس الحكاية. عايزة تعملي نفس القصة دي مع المكرونة المرمرية الصغيرة خالص، برضو هتبقى ظريفة جدا. كل ده هينفع يعني، ونبقى عملنا الغدا واتغدينا وخلاص وننجز. حط بقى الفلفل، كده واحد بصراحة في الحر بيبقى عايز يأدي واجبه كأم وكسيدة منزل ويعمل الغدا، لكن في نفس الوقت بنبقى تعبانين. يا شو مش انا شيف اهو، قولوا لي يا شيف، بس والله ببقى برضو في الحر مفيصة وعايزة أكل خفيف ومش عايزة أقف كتير في المطبخ، وده بقى بسبب إن دي شخصيتي برضو في الصيف زيكم. فبفكر في حاجات سهلة قوي وتعجب العيال ويبقى طعمها حلو. يعني طاجن الشعرية ده جنبيه طبق سلطة، يبقى شكرا، مش محتاجين حاجة تانية. نحط بقى البسلة والجزر، طبعا عايزة تحطي أي خضار تاني، يعني تحطي فلفل ألوان، عايزة تحطي مشروم براحتك، عايزة تحطي مكعبات من البطاطس ومكعبات من الكوسة برضو هتبقى حلوة قوي. بس في الحالة دي بنجيب طاسة تانية ونشوح البطاطس، المكعبات البطاطس ومكعبات الكوسة لوحدها لغاية ما تاخد لون حلو قبل ما نضيفها مع الخضروات دي. لو عايزة كمان مثلا تحطي معلقة من معجون صلصة الطماطم ينفع، او تبشري طماطمايه برضو هتبقى حلوه قوي. بس لو حطيتي طماطم انصحك تحطي فص ثوم، هتبقى حلوه جدا. حطي تاني بقى ملح وفلفل وبابريكا وتقليبه كده محترمه كده. ومعانا بقى طاجن، طاجن يدخل الفرن كده، وناخد الشعريه الظريفه دي نحطها فيه. بسم الله،
كده وميه سخنه ونحط على الشعريه. يا دوب الميه السخنه يا جماعه تغطي الشعريه واحنا هندخلها الفرن. عايزه تعمليها على النار على طول كلها مع بعضها، يبقى في نفس وانت بتسويها في نفس الطاسه او في نفس الحله تزودي ميه سخنه يا دوب تغطي الشعريه، تغلي غلوه وتهدي النار خالص لغايه ما تلاقي الشعريه استوت معاكي، بتاخد لها تقريبا 8 دقائق ولا 9 دقائق بالكتير وتلاقيها بقت خطيره. انا هسويها في الفرن، فهحط الميه السخنه كده على الشعريه. نفس الحكايه هبقى محتاجه الميه السخنه يا دوب تغطي الشعريه مش اكتر من كده عشان الشعريه تبقى مفلفله معانا اهو كده. بس كده وديها برضو تقليبه كده ظريفه كده، اضمن ان الشعريه هتستوي وهتبقى تحفه من غير ما تبقى معجنه، تبقى مفلفله وظريفه على وضعها الحلو ده، ولا هنحتاج نغطيها ولا اي حاجه. فرن سخن درجه حراره 200 لمده تقريبا ربع ساعه، اكتر من ربع ساعه بدقيقه ولا دقيقتين بالكتير، هتلاقي الشعريه شربت الميه اللي احنا حطيناها. لو عندك شوربه عايزه تحطي شوربه هتبقى اكيد حلوه جدا، هتلاقيها شربتها واستوت بقت خطيره تحفه وسهله جدا. او تعملوها على النار على طول وتغرفوها بالهنا والشفا، وصفه سهله وطعمها حلو قوي. الناس اللي بتحب المكرونه وكده هتحب الطاجن ده ان شاء الله. هدخل ده الفرن واشيل اشيائي، وبعد الفاصل نرجع نعمل كيك الرواني. خليكم معانا.